عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. قبل ساعات من الآن وسط الدار البيضاء أسمع امرأة تناديني: يا شيخ يا شيخ يا شيخ. التفت وقدمت تجاهها، نحوها بدأت تحكي وتقص معاناتها مع الجن والشياطين. بعد دقيقة أو دقيقتين إذا بي أرى امرأة بجانبها تنتفض، كانت معها لكن لم ألتفت إليها أو لم يعني أنتبه إليها في البداية. قالت المرأة الأولى: لقد كنا الآن للتو عند معالج قريب من هنا، فإذا بالجن يصعد عند هذه الأخت الأخرى التي هي رفيقتها وبدأت تنتفض. السؤال المطروح: هذا الجن إما أنه سيكون هو نفسه الذي قال خرج أو آخر صعد. سألتني رقمي، أعطيتها الرقم بإذن الله جل وعلا وذهبت إلى حال سبيلي. سبحان الله، في نفس المكان كنت مع بعض الإخوة بعض الرجال لنقضي حاجات، فإذا بي أنا يعني أذهب، أردت أن أذهب إلى مكان قريب من المكان الذي كنت فيه، فسأجد نفس المرأة ونفس الأخت التي معها في مكان آخر، لكن الحالة غريبة جدا. وجدت ذاك الأخت التي كانت تنتفض، وجدت وقفت فإذا بي يتكلم معي الجني أو الشيطان، الله العظيم. قلت له: ماذا تريد؟ قال: أتحداك. قلت: كيف تتحداني؟ قال: تسمع لك أنت نعم ربيع مدة وأنا أنتظرك حكي أتكلم أتحدث معك في الشارع. قلت له: ماذا تريد منها؟ قال: أنا ميمون، أنا ملك، وأنا عاشق سحر الثقاف بالأقفال وبالعظام وبأشياء، وكم من مرة أقول لزوجها أن يرحل ولن تنعم معه أبدا. وعظته في الشارع وقلت: على الأقل انزل حتى تذهب إلى حال سبيلها، وإن شاء الله أساعدك وأساعده. قال: لا يأمرني أحد، أنا لا أمر، أنا أمر، أنا ملك. بقيت معه بموعظة يسيرة دقائق، نزل بفضل الله جل وعلا. العبرة والعظة من هنا: المرضى في كل مكان، في كل الأزقة وفي كل الشوارع وفي كل المدن وفي كل الدول. هذه عبرة اليوم حصلت معي. الأمر الثاني: أن الناس تحتاج إلى من يفهم معاناتها وحالاتها ومن يرفق بها ويحسن إليها. الأمر الثالث: أن الجن كذلك يحتاجون إلى من يفهمهم ويفك عقدهم وأقفالهم، وإلى من يكون رحيما بهم ويدعوهم إلى الله بالحسنى. ممكن أن نستشف ونستخلص دروس وعبر كثيرة جدا من هذه القصة التي عشتها اليوم. أن الناس تتابع المعالج وتريد أن يكون جارا لها، وأن يكون طبيبا لها، وأن يكون أخا لها ومعين لها بعد الله عز وجل. العبرة أن بيوت تدك دكا كل يوم، الجن إما أنه يسرعها صرعا حقيقيا أو خفيا، إما أنه يتحدى علنية أو خفية، فتبقى البيوت في جفاء وفي خواء، في الإحساس وفي المحبة والمودة، أو المشاكل على أقل الأسباب أو أتفه الأسباب. هنا يتبين لنا قيمة الرقية والرقاة والدعوة إلى الله عز وجل. نعم، في كل مكان، حتى وكنت تلبس لباس ربما تقول أنك مختفي، الكل يعرفك. والله كم من رجل وكم من مسؤول، فإذا تحدثت يقول: هذا الصوت ليس بغريب عني. تكشف عن وجهك وعن حالك، يقول لك: نعم أتابع وأعرف، جزاك الله تعالى خيرا، أو أبحث عنك مدة. هنا يتبين نحتاج أن نخرج ونخرج رقاء أكفاء، ونحتاج أن نعلم الناس الأمور الجليلة والعظيمة والصغيرة والدقيقة في باب العلم الرقية الشرعية. رأيت تلك الأم أو تلك الزوجة وهي تنتفض أمامي والجن يضطرب. السؤال: أنا ماشي كنخوف الجن، ماشي عندي اتصال بعالم الجن، لكن متابعات الناس. الجن يفهم هذا السهم ويفهم هذه الرسالة بفضل الله عز وجل.
حينما الجن يتابعك تصبح في عالم بفضل الله تعالى معروف، فكل واحد خبره يطير في الآفاق وفي السماء خيرا كان أو شرا، هذا أمر معلوم. فكل مفتاح خير تعرف بإذن الله تعالى وسير في سير الخير، ترفع بإذن الله جل وعلا. ورسالة للمبتدئين من الرقاة، ما تجيش الطير، ما تجيش الطير، ما تكونش خفيف، ما تجيش وتاخذ صورة الشكل ديال نعيم ربيع، سير كما سار واصبر كما صبر، تغنم بإذن الله عز وجل. لا تفكر في الأخذ، وإنما فكر أن تعطي، وسيأتي الوقت الذي تأخذ بإذن الله تعالى. هذه دروس، فلا تتعجل. من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ورسالة للمرضى، نحن أحبة وأخوة، ما كنت فضلوش، ما كنت منوش عليكم، بل هذه أمانة نطلب الله أن أديها حق الأداء. ومهما علمنا وعظنا ونصحنا لن نوفيكم حقكم. ملي كنسمع رسائل واتصالات من كل العالم، ناس كتبكي وكتئن رجال ونساء، الأمر ليس سهل. بالتوفيق إن شاء الله.